تليفون نجم كبير جدا من نجوم الكرة المصرية، الكابتن طارق السعيد. كابتن طارق، اهلا بيك، منورنا. يا هون، ازيك حبيبي؟ وتحياتي ليك وكل مشاهدينك وكل متابعينك. كمان منور الدنيا كلها كابتن طارق. لعبت الكاميرون اعتقد كذا مره يعني، صح؟ كانت التجارب ناجحه ولا ايه؟ يعني اكثرها نجاحا الحمد لله. مره واحده بس، الكلام ده كانت سنه 2002 لما كنا في هناك في أمم افريقيا. في أمم افريقيا، من غلبنا 2-0 وخرجنا من دور الثمانيه. شايف الماتش بكره ازاي؟ بعد هي اللقطات قدامنا اهي من الماتش بتاع 2002، في 2022 بعد 20 سنه يا كابتن طارق، شايف ايه الوضع عامل ازاي والاختلاف؟ وطبعا الدور مختلف كمان. يعني بص المباراه هي صعبه جدا. في يعني في شحن من خصوصا من الاتحاد الكاميروني بقياده شامو إيتو. التصريحات اللي اتقالت ما اعتقدش، يعني المفروض ما بيطلعش من نجم كبير زي شامو إيتو، لانها في الاخر مباراه كره قدم. عايزين ندخلها في معارك وحرب والكلام اللي اتقال ده كله طبعا. اعتقد برضو بعض السوشيال ميديا بتزود في هذا الكلام. لكن هي مباراه 90 دقيقه في البدايه او 120 دقيقه ممكن نوصل بيهم لو لعبنا بنفس الروح العاليه، نفس التنظيم الدفاعي، نفس القوه الهجوميه اللي كانت عندنا مباراه المغرب. اعتقد ان ايه ممكن نعمل نتيجه ان شاء الله باذن الله، نخرج بنتيجه كويسه ونكسب هذه المباراه. لكن لازم يكون عندنا صبر في المباراه دي. الخوف كله في المعدلات البدنيه. احنا لعبنا مباراتين 120 دقيقه، ودي طبعا مجهود عالي جدا جدا لكل اللعيبه واكثر اللعيبه اللي هيلعبوا. حجازي هيفرق معانا كتير برضه في الدفاع خصوصا الكرات العاليه، لان حجازي يمتاز بالطول والقوه. ان شاء الله محمود علاء يكون ان شاء الله موجود واحسن ان شاء الله باذن الله. ليس تطلنا في محمود، بالعكس يعني، لكن حجازي قوه طبعا لا يستهان بيها طبعا. محمد عبد المنعم ياخد دور الونش، يبقى حاسس بفرق يعني بصراحه، رغم الونش من احسن المدافعين هذا الموسم. نتمنى انها تعدي على خير بكره، والنواحي الهجوميه عندهم نقدر نبطلها، وربنا يكرمنا بقى ابو صلاح والرجاله اللي قدام ان شاء الله. يا رب باذن الله. فتوح، يعني ايه نصايحك ليه؟ هو الحقيقه عامل بطوله كبيره، وانت من يعني من دايما طول الوقت بتشيد بمستوى فتوح، هو عامل بطوله كبيره جدا حتى الان. شايف ازاي المطلوب منه في ماتش بكره مع اندفاع بدني متوقع، مع اعتماد من الكاميرون على جبهات منها اكيد الجبهه اليمين، شايف ازاي دور فتوح بكره كابتن طارق؟ يعني بدايه فتوح انا شايف بعد هذه البطوله لو جاله يعني فرصه للاحتراف هو وقت الاحتراف. ليه؟ اشمعنى فتوح؟ لو هو شويه والقصص دي هتبقى، ما اعتقدش هيوصل لهذا المستوى يعني. لو ايه؟ عشان بس الصوت كان بيقطع هنا. انا بقول ان فتوح ده الوقت الحالي ان هو يقدر يطلع يحترف. لو وجهه نظري ده بدايه قبل اي كلام، لانه عامل بطوله جيده جدا ومن اللعيبه المؤثره. تخيل مباراه بكره لازم يكون فيها توازن، توازن سواء في النواحي الدفاعيه، لان ما تنساش نفسك انت في الاول باك، يعني باك 60% دفاع و40% مهاجم. بس لو طلعت هطلع بحساب وهطلع اكون مؤثر، يعني اما هعمل كروس يا اما اعمل اسيست يا اما اعمل شوطه كويسه، بس ما تكونش على الحاله الدفاعيه عنده. لكن ابو الفتوح من اللعيبه الذكيه جدا ومن اللعيبه اللي هي المهاريه ايضا، يقدر يتصرف تحت ضغط، ودي من الامور اللي بتميزه حتى في القوه الدفاعيه بقى حاليا. حتى بيعملها هايل، احسن باس رايت يعني في العالم. ده وجهه نظري طبعا، اصلا حكيمي وعمل كبيره جدا عليه. يعني لعيبه اقوياء بكره عندهم سرعات وعندهم قوه، النصيحه ما يدخلش معاهم في قوه، قوه في قوه هو هيكسب. قوه وسرعه هم هيكسب. لازم العب بذكاء شويه، العب كرسي وكرسي والعب بالسهل في البدايه، ويكون عندي برضه صبر علشان اقدر اتحمل المجهود البدني العالي اللي ممكن يوصل بيه المباراه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اسالك اخيرا عن الحكم، لو عايز توجه نصيحه للعيبه، وانا بسالك انت تحديدا كابتن طارق لانك كنت ذكي جدا في التعامل مع الحكام، يعني تعرف تاخد الفاول امتى. ما انت من حسن حظك انك ما كانش فيه فار. كنت بتقع وقعه كابتن طارق تحسس المشاهد ان انت اتضربت ضربه؟
والله اقول يعني ربنا يعني اللي كان بيسترها معلش، بس والله في ضربات جزاء كانت كتير صح والله. لو هتنصح اللعيبه ازاي يتعاملوا مع الحكم بكره، اكيد اللعيبه يعني سواء الحكم كان كويس او وحش المفروض ان هم يلعبوا المباراه ويركزوا زي ما حصل في ماتش المغرب، لازم لكن على مستوى التعامل لازم معاه بقى. لازم ينزل الحكم، لازم يلعب كوره فقط، لازم مهما حصل ما يخرجكش عن تركيزك، مهما حصل ما يدفعكش للنفاذه، لان هيبقى الحكم فعلا عليه ضغط سواء جماهير اعلامي هو اعلم بنيته، لكن في النهايه العالم كله بيتفرج عليها، ما اعتقدش ممكن توصل يعني لحاجات مؤشره او حاجات باينه، لان في فار حاليا دلوقتي صح، والامور بقت دلوقتي قدام العالم كله، لكن احنا لازم نكون مؤشرين، لازم نلعب الحاجه او الكره بتاعتنا اللي الناس كلها شافتها او الروح القتاليه، والله لو فيك حكم وربنا ان شاء الله رايت بكره ربنا ان شاء الله ينصرنا باذن الله. باذن الله، بشكرك جدا كابتن طارق السعيد، وان شاء الله بكره نتكلم ونبارك لبعض التأهل.